يعطيكم العافية. اليوم بدنا نكمل على chapter 5، نحكي على البوندز. بدنا نعمل بوند amortization schedule اللي هم السندات. المرة الماضية غطينا اللونز وكيف نحسب القسط، سواء كان سنوي، شهري، نصف سنوي أو ربع سنوي. هلأ عنا البوندز اللي هي السندات. نتذكر بالأول إيش هم السندات، إذا منتذكر أكيد ماخدينها بأكثر من مادة. السندات لما أنا أصدر سند هي كأداة دين، أنا محتاجة مبلغ معين، بصدر سندات بالسوق المالي للبيع. بيجي مستثمر بيشتري هاي السندات، بيعطيني حقهم، أوكي، على شرط أني أدفع له فائدة كل سنة أو كل نص سنة حسب شو الشرط اللي بيني وبينه. بدفع له فائدة من قيمة السند اللي دفع لي، من قيمة الفيس فاليو، القيمة الإسمية، لمدة معينة. طبعا السندات لها مدة، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة. طول هاي المدة بضل أدفع له فوائد، بس تخلص المدة برجع بسدله قيمة السند، القيمة الإسمية تبعت السند. أوكي، هلأ في عنا شغلتين لازم نتذكرهم، إشي اسمه الستيتد ريت وإشي اسمه الماركت ريت. هلأ الستيتد ريت اللي هي نسبة الفائدة اللي أنا بحددها، الفائدة تبعتي. الماركت ريت فائدة السوق أو الشركات قديش بتدفع على السندات بالسوق. كان في عنا حالتين إذا بتتذكروهم، اللي هي issuing bonds at discount و issuing bonds at premium. لما يكون الشركات بالسوق تدفع للمستثمرين أكثر مني، يعني فائدتهم أعلى مني، زي هون أنا فائدتي 10%، فائدة السوق 11%، معناته المستثمر رح يروح على الشركات الثانية. حتى أجيبه لعندي إيش بنعمل؟ بعمل discount، بنزل السعر، يعني بستلم أقل من قيمة السند. لما يكون العكس، لما الشركات اللي برا بتدفع للمستثمرين أقل مني، يعني أنا أعلى منهم، الستيتد ريت أعلى من الماركت، معناته المستثمرين رح يجوا لإلي، برفع السعر فببيع أكثر من قيمة السندات. هلأ إحنا رح نعمل amortization schedule لحالة الديسكاونت وحالة البريميوم. لما يكون فائدتي نفس فائدة السوق، بتكون البيع at face value، يعني أنا ببيع السند قد قيمته، فما في لا discount ولا premium، ما إله amortization. الamortization بيكون في حال كان في discount أو في premium. خلينا نشوف هذا المثال. okay. عنا لنفس الشركة اللي كنا نحل عليها، what SUP incorporation bond amortization schedule، هذا رح تلاقوه بالملف اللي عندكم. الأماونت تبعت السند، الفيس فاليو تبعته 100,000، قيمته 100,000، وإحنا معروف إنه السندات قيمة السند الإسمية 1,000 دولار، أوكي؟ فهون عندي أسهم بقيمة 100,000. الستيتد ريت 10%، الماركت ريت 11%، الماركت بدفع أكتر مني، والترم اللي هي المدة 5 سنين. هدول المعلومات دائما رح تكون موجودة، الأماونت، الستيتد ريت، الماركت ريت، والترم. هلأ إحنا شو رح نحسب؟ رح نحسب الانترست بايمنت أول إشي لازم أحسبه، عشان هيك حطيتها بالأول، قديش أنا رح أدفع فوائد للمستثمر. بعدين رح نحسب البروسيدز. البروسيدز إيش يعني؟ القيمة اللي أنا حصلتها أو استلمتها من المستثمر، القيمة المحصلة خلينا نحكي. بعدين بحسب الديسكاونت أو البريميوم. فإحنا بنحسب هدول الثلاث شغلات. قبل ما أبلش بدي أعرف الأسامي زي ما عرفنا الفيديو الماضي. إذا تذكروا كيف كنا نعرف أسامي، باخد الأسامي اللي عندي، المعطيات الرئيسية مع الأرقام، أوكي؟ رح أخذ هدول كمان مع إنهم فاضيين، بس بصفي أي إشي من عبيه عندهم رح يكون شو اسمه معرف. بس لأني أنا معلش بإيد واحدة عم بعمل سيلكشن. تمام، هي زبطت. إيش بنعمل؟ نعمل سيلكشن للأسامي مع الأرقام. لوين رح نروح؟ المرة الماضية حكينا عنها، فورميلاز، هي فورميلا تاب. بنروح على create from selection، بكبس على create from selection، حطل لي إنه رح يختار الأسامي اللي بالليفت كولوم، رح أعمل له أوكي. بيكون عرف الأسامي. وين بلاقيهم؟ من هون، يا إما من النيم مانجر،
هاي بطلع عندي الأسامي المعرفة، بس أنا أني معرفة كتير شغلات غير هدول. أو من الـ use in formula بطلع عندي هايهم الـ amount, discount, interest payment, market rate, proceeds, rate, stated rate كله طالع. تمام؟ ليه منعرف؟ حكينا بغنيني عن الـ absolute reference وأوضح المعادلة، بتصير أوضح إيش هي وشو مكوناتها. نيجي على الـ interest payment. بدنا نحسب دايماً بالبوند، لازم أول إشي أحسبه الفائدة اللي بدي أدفعها. كيف رح نحسب الفائدة؟ ودائماً رح نفترض إنه الـ interest payment annually، ما رح أجيب لكم سمي annually، annually أوكي؟ عندنا الدفعة سنوية. شو رح نعمل؟ equal الـ amount أو الـ face value ضرب الستيتد ريت. المعادله طبعا انت بس صار يطلع اسامي لانه عرفنا. فاذا كيف بنحسب الانترست بيمنت؟ باخذ الاماونت او الفيس فاليو بضربها بنسبه الفائده، نعمل انتر. رح ادفع فائده 10000 سنوي، يعني كل سنه رح ادفع للمستثمر 10000. هلا بنقدر نحسب البروسيدز. البروسيدز ايش هم؟ القيمه اللي انا استلمتها من المستثمر على السند. نستخدم معادلة اسمها PV. PV اللي هي الـ present value. دائماً الـ bonds إذا بدي أحسب الـ proceeds تاعتهم بستخدم معادلة اسمها PV. الـ loans إيش بنستخدم؟ PMT. فهون رح أعمل equal PV returns the present value of an investment. برضو رح نستخدمها للاستثمارات. إحنا في عنا chapter آخر chapter رح ناخده على investments، رح نرجع نستخدمها مرة تانية هي والـ PMT، بس هون عم نستخدمها للـ bonds. PV بفتح القوس، إيش بطلبنا؟ الـ rate. هلا الـ rate ما باخد الـ stated، الـ stated already أنا حاسبة فيها الـ interest، باخد الـ market rate. فالـ rate اللي موجودة بالـ PV هي الـ market rate عشان يحسب لي إذا في discount أو premium. فاصلة. number of periods اللي هم الخمس سنوات. الترم فاصلة. بطلبني إشي اسمه PMT payment، أي payment بده اللي هي الانترست payment اللي حسبتها هون العشر تلاف. عشان هيك حسبنا الانترست payment قبل البروسيدز، لأنه البروسيدز المعادلة تبعتها بتحتاج الانترست payment، فحطينا البايمنت اللي هي الانترست اللي حسبناها، ولازم تكون محسوبة كمعادلة عشان لقدام ما يصير في عنا أغلاط. فاصلة. إيش بطلب؟ الـ FV الفيوتشر فاليو او الفيس فاليو، القيمه اللي راح اوصلها بعد خمس سنين. القيمه اللي انا بدي اوصلها بعد خمس سنين او اللي راح اسدها بعد خمس سنين اللي هي المئة الف، الاماونت الاف في اللي هي الاماونت. حسكر القوس. فاذا الريت بناخد الماركت ريت، بعدين المده، بعدين الانترست بيمنت، بعدين الاماونت. بنعمل انتر، طلع عندي انه انا رح استلم 96,304.10. بتطلع معنا بالسالب. ليش؟ الـ PV زيها زي الـ PMT، اصلا معرفة على اكسل بالسالب. هلأ هدول المصاري انا اخدتهم، بس فعليا هم مو إلي. انا بعد خمس سنين رح اسدهم، ورح اسد فوقيهم الفرقية لحد ما اوصل 100,000، لانه انا ايش بسد؟ بسد الفيس فاليو. فانا بعد خمس سنين رح اسد 100,000. 96,304 أوريدي كنت ماخدهم، رح أرجعهم وأزيد فوقيهم الفرقية لحد ما أوصل 100,000. فهون واضح إنه ديسكاونت. ليش ديسكاونت؟ أنا بايعة على قيمة أقل من الفيس فاليو. الفيس فاليو 100,000، أنا بايعة على 96,304. بنقدر نقيم السالب زي ما حكينا المرة الماضية، دبل كليك هون، بعد اليساوي رح أحط إشارة الناقص السالب. بعد اللي يساوي حطيت سالب، بعدين بي في خليها تصير بالموجب، ما في داعي تكون بالسالب. اوكي، فهون واضح انه في عندنا ديسكاونت، عندي ديسكاونت. هلا بدنا نحسب قيمه الديسكاونت. قيمه الديسكاونت بناخذ البروسيدز اول إشي ناقص الفيس فاليو او ناقص الاماونت، عشان اذا ديسكاونت لازم تطلع عندي بالماينس، اذا بريميوم تطلع عندي بالموجب، ورح نتركها. اذا ماينس رح اتركها ماينس. فاذا ايكوال 96,304.10 ناقص 100,000. قيمة الديسكاونت 3,695.
هاي اللي رح أدفعها زيادة بعد 5 سنين، يعني هاي أنا رح أتكلفها. 96 أوردي أنا ما أخذتهم من المستثمر، هاي أنا رح أدفعهم زيادة. هاي قيمة الخصم، منخليه سالب دائما، الخصم خليه سالب، تمام؟ فإذا بنحسب أول إشي الانترست اللي هي الأماون ضرب الستيتد، بنحسب البروسيدز على معادلة البي في، أهم إشي إنه بناخد الماركت ريت، بعدين الديسكاونت أو البريميوم اللي هو البروسيدز ناقص الأماونت. هلأ بدنا نعمل البوند أمورتايزيشن سكيدجول، جدول الأمورتايزيشن للبوند. دائما نعمله بهذا الشكل، نحفظ ترتيبهم، كيف القرض بدنا نحفظ ترتيبه، الجدول أهم إشي عشان الحل يطلع معنا صح. هون نفس الإشي، أول إشي رح نحط البيمنت نمبر، رقم دفعة الفائدة، يعني إحنا مش رح نسد فائدة كل سنة، ما بهمنا السنوات، بهمنا رقم الدفعة. فالبيمنت نمبر منحط الانترست بيمنت، قديش الانترست اللي أنا بدفعها، بعدين عنا الانترست اكسبنس اللي هي الفائدة السوق اللي رح تندفع بالماركت، الفرق بين هدول التنتين بيعطيني قيمة الامورتايزيشن اللي هو أصلاً بخلي فيه فرق عنا بين القيمة اللي أنا استلمتها والفيس فاليو، بعدين الديسكاونت عندي هون لازم يصفر، لازم أصفره، هاي 3650 لازم هون أصفرها، أبين وين القيمة تاعتها من وين إجت، والكارينج فاليو اللي هي قيمة البوند قدي صارت. هلأ إحنا في عنا مصطلح البوك فاليو نفسه الكارينج فاليو، بس البوك فاليو كنا نستخدمه للأصول الثابتة، الكارينج فاليو نستخدمه للأوراق المالية عادة. فهنا البالانس خلينا نحكي أو الكارينج فاليو تبع البوند. أوكي الجدول دائما خليه بهذا الشكل. هلأ كم من دفعة عندي؟ نترك أول سطر فاضي، عندي 5 دفعات، ليش؟ لأنه أنا مدته 5 سنوات، كل سنة رح أدفع مرة فائدة، فعندي 5 دفعات. هلأ هون بالفراغ اللي تركناه عند الديسكاونت بدي أنقل هذا الرقم اللي هو الديسكاونت، فرح أعمل equal وأخذ قيمة الخصم الديسكاونت، ولأنه معرف بطلع اسمه، هاي انتر خليه بالسالب، والcarrying value رح أعمل equal، الcarrying value هو الproceeds قديش إحنا استلمنا، فالcarrying value اللي هو 96,304.10، القيمة المحمولة للسند بأول سنة 96,304.10، تمام؟ ما باخد الأماونت، الأماونت هو اللي بدي أوصل له بعد 5 سنين، يعني بالدفعة الخامسة هون الcarrying value هاد لازم يكون 100,000 المبلغ اللي بدي أسده، إحنا بدنا نوصل 96 للـ100,000. طبعاً لأنه ديسكاونت واضح إنه هذا الرقم بدي أزيده، بدي أزيده ليوصل 100,000، لما يكون بريميوم العكس بدي أنقصه عشان يوصل الفيس فاليو. أوكي خلينا نيجي على الانترست بيمنت. هلا الانترست بيمنت اللي هي اللي أنا رح أدفعها ثابتة، أنا كل سنة رح أدفع 10,000، فرح نعمل إيكوال أخذ 10، بما إنها معرفة فهي رح تغنيني عن الأبسولوت ريفرنس، فأخذت 10,000، هي إنتر 10,000، وبنعمل أوتوفيل. فإذا الانترست بيمنت ثابت 10,000 بكل سنة، فإذا بالخمس دفعات رح أدفع 10,000. أوكي نيجي على الانترست إكسبنس، كيف منحسبه؟ الانترست إكسبنس محسوب على الماركت ريت، فقدت السوق، بس إيش باخد؟ باخد الكارينج فاليو ضرب الماركت ريت، فبيكون عندنا إيكوال كارينج فاليو اللي هون ضرب الماركت ريت اللي هي 11%، واللي أنها معرفة ما في داعي إنه نعملها أبسولوت ريفرنس. فإذا الكارينج فاليو اللي موجود هون ضرب الماركت ريت، ما ناخد هاد البروسيدز، ناخد دائما الموجود جوا الجدول. هاي رح أعمل إنتر 10,593. إذا ما كنا معرفين الأسامي لازم نثبت الفائدة، دائما الفائدة بأي شيء منحله نثبتها. أكيد الانترست إكسبنس رح يكون أعلى من الانترست بيمنت، لأنه إحنا هون بحالة خصم، يعني أنا بدفع فائدة أقل من فائدة السوق، ففائدة السوق اللي رح تندفع أحسن مني، أحسن من فائدتي. نيجي على الأمورتايزيشن، الأمورتايزيشن الفرق بينهم إيكوال 10,000، دائما ناخد الأبل البيمنت ناقص 10,593، لو طلعت بالسالب ما في مشكلة خليها، الديسكاونت بالسالب.
الامورتايزيشن عندي قيمته بالماينس 593.45. هاد اللي رح يصفر لي الديسكاونت او البريميوم، وهاد اللي رح يوصل لي الكارينج فاليو ل 100,000. رح اجي عند الديسكاونت. هلا انا بدي اطرح الديسكاونت ليوصل صفر، سالب وسالب عادي بحط ناقص بينهم لانهم التنتين سالب، فرح اعمل ايكوال 3695.90 ناقص 593.45 ناقص الامورتايزيشن، انتر. برضو نتأكد انه الرقم سوري نزل لانه لازم يوصل لصفر. نيجي على الكارينج فاليو، بدنا نوصلها ل 100,000، يعني بدي ازيدها، بدي ازيد 96 بقيمة الامورتايزيشن. هلا بما انه الامورتايزيشن سالب، هنا سالب، فمعناته بحط سالب عشان ينجمعوا، يعني رح احكي equal الكارينج فاليو ناقص الناقص، فماينس وماينس رح يصير موجب لانه احنا لازم نجمع، فانا حطيت سالب قبل السالب تبعت هاي، فرح يبين انه معي جمع الرقم زاد، كان 96,304 صار 96,897. الديسكاونت منجمع الكارينج فاليو. مين اللي بيأثر على هدول التنتين؟ الامورتايزيشن. نعمل اوتوفيل، ما في داعي نحل اللي بعدها السطر الثاني، يعني هي اوتوفيل ما رح يزبط الجدول كامل الا ما نخلص الاوتوفيل للسطر كله. اوتوفيل وهون اوتوفيل، ومن الكارينج فاليو الثانية اوتوفيل. كيف بتأكد انه حلي صح؟ الكارينج فاليو قد ايه وصل؟ 100,000 اللي هي قد قيمة الفيس فاليو. الديسكاونت قد ايه وصل؟ وصل صفر، لازم يصفر. هيك بتأكد انه حلي 100% صح. هاد البوند امورتايزيشن سكيدجول في حالة الديسكاونت. اخر اشي بدي احكيه على حالة البريميوم، ما في داعي انه نرجع نحل من اول وجديد، رح اغير بس الفوائد، نسبة الفائدة، ونشوف كيف الجدول رح يتغير. هلا احنا الديسكاونت لما تكون فائدة السوق اعلى مني. طب لو كان العكس، لو انا فائدتي 12% وفائدة السوق 11%، معناته انا بدفع احسن من السوق، في عنا بريميوم. ننتبه كيف تغير. هلا الجدول كله تغير، واللي هون تغيروا لانه انا عملتهم معادلات. الانترست بايمنت 12,000 بالسنة. بروسيدز استلمت على المئة ألف 103,695، مستلمة مصاري أكتر، يعني في مصاري انحطت لإلي زيادة اللي هم قدي قيمتهم هي البريميوم 3,695. هدول أخذتهم زيادة لأنه أنا بعد 5 سنين رح أسد 100,000. الانترست بايمنت اللي هي نفسها 12,000 اللي هون، الانترست اكسبنس رح تكون بهاي الحالة أقل لأنه أنا بدفع فائدة أكتر من السوق. كيف حسبنا الانترست اكسبنس؟ نفس الطريقة، الكارينج فاليو اللي هي 103,695، احنا بنبلش بالبروسيدز ضرب الماركت ريت اللي هي 11%، امورتايزيشن الفرق بينهم 12,000 ناقص 11,406، البريميوم حطيناه هون، بعدين طرحنا منه الامورتايزيشن. حتى البريميوم لازم اصفره، البريميوم والديسكاونت التنين لازم يتصفروا، فطرحت منها لحد ما صفرنا. والكارينج فاليو هون نقصتها لانه انا عندي اياها 103,695، بدي اياها توصل ل 100,000، فاذا بنطرح، ف 103,695 ناقص 593.45 طلع معي هاد. نرجع نطرح ال 658 لحد ما اوصل لعند الفيس فاليو. فهدول هم البوندز سواء بالديسكاونت او بالبريميوم. ورجعنا حكينا على الديفاينينج نيمز، مهمه لانها ان شاء الله انه يكون واضح. المره الجاي ان شاء الله، المحاضره الجاي بنخلص اللي هو تشابتر 5. يلا يعطيكم العافيه.